أقيم في مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك في عمان قداس إلهي عن راحة نفس مثلث الرحمات المطران إيلاريون كابوتشي النائب البطريرك السابق للروم الكاثوليك بالقدس، حيث ترأس القداس المطران ياسر العياش بحضور البطريرك فؤاد طوال ولفيف من الأباء الكهنة والشمامسة والراهبات وعدد من السفراء المعتمدين لدى المملكة وشخصيات برلمانية ورسمية وعامة. إليك يا رب أصرخ، إلهي لا تتصامم عني. وأشاد الأب نبي الحداد مدير مركز التعايش الديني في كلمته التي ألقاها خلال القداس بالمواقف الوطنية للمطران الكابوتشي فقال: اليوم نتناول سيرتك كما لو أننا نرى فيها جزءاً من سيرتنا، بل جزءاً من سيرة وطن، بل من سيرة الأمة ومن سيرة الذود عن الحق. لقد كان حماسك أقوى من حماس الكثيرين، وتفوقت على ذاتك وأنت ترسم صورة النضال من أجل الحق والعدل. وبعد القداس أقيم في قاعة الكنيسة حفل تأبين عن راحة المطران إيلاريون، حضره العديد من الشخصيات الرسمية والدينية والفعاليات الشعبية والحزبية وجموع المؤمنين، حيث أشاد الحضور بالدور الوطني البارز الذي اطلع به سيادة المطران الراحل في فترة عصيبة عصفت بالأمة العربية، وخاصة في ظل الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. من خلالكم لكل المشاهدين أن أتلو، لا أقول فقط الصلاة فقط، وإنما كلمات الحب والعشق بحق هذه القامة الكبيرة الذي نتشرف أننا في يوم صافحناه، المطران كابوتشي. والرسالة التي قدمها إيلاريون كابوتشي هي رسالة ليس فقط للفلسطينيين وإنما للإنسانية جمعاء ولكل الشعوب الساعية إلى التحرر. هذا الرجل الحلبي العربي السوري، هذا الرجل الفلسطيني أينما ذهب كان دائما يعلن صوت الحق، وقضى نحبه الأخير وهو لا زال يحمل هم سوريا. نحن نترحم على المرحوم المطران كابوتشي وله سجل حافل في المواقف الوطنية والوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية بموقف وطني مشرف. استطعنا حقيقة من خلال مواقفه أن نجسد الوحدة الوطنية وأن نقف مع حرية الشعوب. مطران كابوتشي رجل عظيم، كنا نعرفه قبل أن نلتقي به، وعندما كنا صغارا كان رمزا لنا في العمل الوطني، في النموذج الوطني، في النموذج الذي علمنا أنه لا دين لمن لا وطن له أو لمن لا وطنية له. ناضل نضالا عظيما وأرسى قواعد مهمة جدا لكل من يريد أن يستقيم وأن يكون مواطنا صالحا مدافعا عن وطنه غير بائع لا لدينه ولا لوطنه. مثل هذا الرجل لا نقبل به عزاء، لأن ذكراه خالدة ودائمة. صحيح لقد غاب جسده عنا، لكن ذكراه ستبقى حية وسيبقى مدرسة ومعلما وأستاذا في تاريخ المقاومة الفلسطينية وأستاذا في تاريخ النضال العربي الطويل. ذكرنا المطران كابوتشي بالسجل النضالي وفتح أعيننا ونحن شبابا يافعين في العمر، ذكرنا وأعلمنا درسا في النضال وكيف نكون عربا مسيحيين مناضلين نحب وطننا ونحب شعبنا. هو رمز للنضال الفلسطيني، رمز للنضال العروبي، هو يجسد روح التعايش العربي المسلم المسيحي. المطران كابوتشي لمن لا يعلم صدر بحقه قرار من سلطات الاحتلال بحبسه في عام 74. في عام 1978 أخلي سبيله بعد تدخل البابا
في الفاتيكان ونفي إلى روما حيث توفي هناك. أولا كل عام وأنتم بخير، وثانيا يعني نعزي أنفسنا بالمرحوم المطران كبوتشي الذي يعني كان مثالا للمقاومة والجهاد، كان مثالا للصبر والصمود، وما صمود كثير من أهلنا إلا بصمود هؤلاء الآباء الذين يعني كانوا يحثونهم على هذا الصبر وعلى هذا الصمود. ولولا هؤلاء المربون والآباء والمشايخ والعلماء الذين صمدوا في القدس وفي بيت لحم وكل في كل فلسطين، لولا تربيتهم لهذا الجيل ما كان صمدوا هؤلاء. وختم النائب الأسقفي العام للروم الكاثوليك كلمات التأبين بالدعوة للمطالبة بتسمية شارع المطرانية في عمان باسم المطران الراحل، وأصدار كتاب يؤرخ لتلك الحقبة الزمنية التي ناضل بها المطران إيلاريون.